الناس تسأل عن هاي اللقاحات آمنة، يعني هذا اللقاح طبعا اللقاحات آمنة وموافقة عليها منظمة الصحة العالمية، وبنفس الوقت ثبتت اللقاحات اللي هي تمنع انتشار المرض. احنا ليش هسه جاي بالنسبة للمجتمع الأغلبية يعني للأسف لا يلتزم بالكمامة، لا بالتباعد الاجتماعي، لا بغسل الأيدي. تعرفون حتى المناسبات الفواتح والأعراس رجعت الناس يعني بدون تباعد اجتماعي ولا أي كمامة ولا أي، هذا بالنسبة إلى طبعا يزيد من نسبة ارتفاع الإصابة بالمرض. فهسه